كما ينضم معنا عبر الهاتف أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبد الله العساف للحديث عن العلاقات العمانية السعودية وكذلك زيارة ولي العهد إلى مسقط في هذه اللحظات. أهلا بك دكتور عبد الله، مساء الخير. إذن كيف تنظر لأهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين؟ مساء الخير أحمد لك ولمشاهدي قناة الإخبارية. اليوم العلاقات السعودية العمانية تدخل منعطف جديد، وهي بالمناسبة أسست على منعطف آخر عطفا على الزيارات التي جمعت بين خادم الحرمين الشريفين وجلالة السلطان هيثم بن طارق خلال السنتين الماضيتين. اليوم بزيارة الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه إلى عمان رأينا هناك احتفاء كبير جدا. أنا رصدت وسائل الإعلام العمانية خلال اليومين الماضيين، كان هناك استبشار كبير جدا بهذه الزيارة لما يبنى عليها من مخرجات ستعود بإذن الله ليس فقط على البلدين بل على الخليج بشكل عام بالمنفعة العامة، خصوصا وأن الأمير محمد هو عراب رؤية السعودية 2030 وجلالة السلطان هو أيضا عراب الرؤية العمانية 2040، وهناك قواسم مشتركة لهاتين الرؤيتين يعملان سويا من أجل تحقيقها ومن أجل تكاملهما فيما يخدم أيضا المنطقة بشكل عام. أيضا هناك ما يسمى ربما يجب أن نطلق عليه طريق الحرير السعودي العماني الذي سيربط المملكة العربية السعودية بسلطنة عمان. هذا الطريق بإذن الله ستزهر على جانبيه خلال الفترة القادمة مدن ومشاريع اقتصادية نفعها لن يعم فقط الدولتين بل سيعم الإقليم الخليجي والدول أيضا المجاورة والمشاركة لنا في هذا الإقليم. هناك ترحيب كبير جدا وهو ترحيب مستحق لمآلات هذه الزيارة ومخرجاتها التي يؤمل منها أن تنقل التعاون اليوم الخليجي إلى مرحلة أخرى كما أراده الأباء المؤسسون عندما صنعوا دباجة مجلس التعاون وتمنوا بأنه خلال المستقبل القريب أن ينتقل هذا التعاون إلى التكامل. نحن الآن في المرحلة الجديدة من مجلس التعاون، ونعتقد أن زيارة سمو الأمير محمد الله يحفظه في هذه الفترة التي تسبق انعقاد القمة الاعتيادية لمجلس التعاون 42 هي تصب في هذا الاتجاه. هناك متغيرات كثيرة إقليمية ودولية يجب أن تؤخذ في الحسبان، هذه المتغيرات يجب أيضا أن تجعلنا نفكر بطريقة مختلفة وأن ننتقل إلى التكامل، أن ننتقل إلى الاعتماد على الذات، أن ننتقل إلى أن نتكامل فيما بيننا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتعليمية والعسكرية. جميل. فيما يتعلق أيضا يعني البلدين دا علاقات يعني قوية منذ أكثر من نصف وما يقارب نصف قرن أو تخطط نصف قرن، كيف تقيم العلاقات في هذا النصف القرن الماضي وأيضا دلالات يعني ما مستقبل هذه العلاقة بعد هذه الزيارة لسمو ولي العهد؟ بداية إذا حضرتك عدتني إلى نصف قرن، كانت الزيارة الأولى للسلطان قابوس رحمه الله هي المملكة العربية السعودية، وأيضا جلالة السلطان هيثم عندما اختار الوجهة الأولى اختارها المملكة العربية السعودية، ولهذا دلالته دائما في العلاقات الدولية عندما تختار الدولة الأولى بالزيارة الرسمية هناك دلالات كبيرة جدا أن هذه الدولة تحظى بعلاقات متينة ورغبة في استثمار العلاقات معها وتمتينها والانتقال بها إلى مرحلة أرحب. لا شك أنه وصول السلطان هيثم ابن طارق أضاف الكثير من الدفء والعلاقات الحميمية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، نقلت هذه العلاقة إلى مجال أرحب وأكثر اتساعا وأكثر تعاونا أكثر ازدهارا. نحن نتفائل كثيرا في المستقبل، وخصوصا أنه تحدث قبل قليل عن وجود رؤيتين مشتركتين الرؤية السعودية والرؤية العمانية، مخرجاتهم تتطابق وتتقاسمان الكثير من المشتركات. متفائلون كثيرا ليس فقط على المستوى الإقليمي بل على المستوى الخليجي عفوا. ومرة أخرى نحن كما وصف العمانيون بهذا الأمير محمد بن سلمان بأنه صانع التغيير في بلاده، ونحن نتحدث عن الأمير محمد بن سلمان بكل فخر وزهو واعتزاز بأنه لديه رؤية، وهذه الرؤية لا يرغب في تحقيقها منفردا داخل المملكة العربية السعودية، بل هناك حلم ورؤية جماعية أن يزدهر هذا الإقليم بل الوطن العربي بشكل كامل. ونحن نتذكر عندما تحدث في مؤتمر الاستثمار هنا في الرياض عندما تمنى أن تصبح هذه المنطقة
هي أوروبا الجديدة. هو لم يتمنى فقط أن تزدهر المملكة العربية السعودية وهي في طور النمو والازدهار، بل أيضا أن يشاركنا العالم أو أن تشاركنا هذا الإقليم النمو والازدهار. هذه الرؤية المشتركة جعلت الأمير محمد بن سلمان يحتل مكانة كبيرة جدا في قلوب العمانيين وقلوب الخليجيين أيضا. نعم، الموقع الاستراتيجي للبلدين لعمان وأيضا المملكة العربية السعودية بلا يعطي كليهما ثقلا وكذلك واجبا على دور كبير في تعزيز العلاقات ومن ثم أيضا التأثير في المنطقة. نعم، ربما أشرت إلى شيء من هذا خلال المتغيرات الدولية التي صاحبت سواء الإقليم أو العالم. نحن بحاجة مرة أخرى إلى إيجاد أو استثمار كما ذكرت حضرتك المنافذ أو الموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية ولعمان، وهذا ما تم بالفعل من خلال اليوم الطريق البري ومن خلال بعض الاستثمارات في الموانئ البحرية التي ستعود بالنفع على البلدين، ومرة أخرى ستجنب صادرات المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج الكثير من الهزات الاقتصادية التي تتعرض لها بعض الممرات المائية نتيجة للإرهاب الإيراني سواء بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء إيران في المنطقة. عمان تتمتع أيضا بموقع استراتيجي من خلال وقوعها على البحار المفتوحة كما يقال أو البحار العالمية، وهي بحار تستطيع أن تنتقل منها الصادرات السعودية إلى وجهتها في جميع دول العالم بشكل سلس وآمن. وأيضا المملكة العربية السعودية لديها موانئها ولديها القدرة على ربط عمان ببعض الدول الموجودة اليوم سواء دول الشام أو تركيا أو غيرها، ونحن أيضا نطمع لاستثمار الموقعين الاستراتيجيين في المملكة وفي عمان. جميل، أنا أشكرك ضيفي عبر الهاتف الكاتب السياسي أو أستاذ الإعلام السياسي عفوا الدكتور عبد الله العساف، شكرا لك.